السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم أينما كنتم أينما رحلتم إخواني. لدينا عقبر خام بمعنى طحين، عقبر خام، عقبر جبال يكون أصفر كما نشاهد، مستخرج من الفراز، ولدينا حبوب لقاح طازجة على شاكلتها. سنقوم بإعطاء هذه حبوب لقاح طعم آخر بمزجها مع العقبر. نأخذ قابورة فارغة، سهل. حبوب اللقاح كما نعرف جميعا عندما تكون طازجة تكون فقط للهضم. بهذه الطريقة نوضع شيء من حبوب اللقاح حتى تمتلئ أرضية القارورة، ونأخذ ملعقة عقبر بمعنى مطحون. حبوب اللقاح ما دامت طازجة ستندمج مباشرة مع العقبر. بسم الله، أقوى مضاد حيوي على وجه الأرض. بسم الله ما شاء. هذا غذاء وليس شفاء، بل غذاء مكمل غذائي، لأن الله لم يذكر في حبوب اللقاح أو في الغذاء الملكي الذي يسمى غذاء ملكي شفاء. الله ذكر في العسل شراب فيه شفاء، بمعنى هذا مكمل غذائي وفيه تجديد للخلايا وفيها بمعنى شغلات أخرى للجسم، لكن هذا ليس مثله مثل العسل. هذا طريقة أخرى كما نشاهد العقبر. أحضر أمام الجميع، بمعنى هذه الطلبية يمكن طلبها عندنا على هذه الشاكلة. تأتي كما نشاهد، نقوم بغلق كل حبوب اللقاح بالعقبر الخام، وعندما تعود للفراز تتماسك حبوب اللقاح مع العقبر. مرة أخرى نأخذ بملاعق العقبر ونقوم بإضاءة ملعقة على كل الكمية. بسم الله ما شاء الله. بهذه الطريقة نأخذ العقبر مرة أخرى كما تشاهد أخي الكريم، هذا عقبر خام، عقبر جبال، ليس هو عقبر الطرقات، هذا عقبر الأشجار، بمعنى عقبر عندما يكون من الأشجار يكون لونه فاتح، يكون فيه اختلاف كبير عن عقبر الذي نراه أسود. فالعقبر الجبلي ليس بالأسود. حبوب اللقاح الجبلية تكون مزرقشة على هذه الطريقة، بمعنى شيء جميل جدا. أتقاسم معكم، اللهم اجعل بها شفاء لكل من يتناولها. الله، هذا سيكون إن شاء الله إلى بيت جلال البيضاوي، إلى بيتي لأولادي، لكي يحبب لهم هذه الشغلات. كذلك الأولادون الحمد لله يعرفون هذه الشغلات وكبروا مع هذه الأشياء. حبوب اللقاح كما أعود وأكرر فهي طازجة، عندما تكون طازجة فقط تتماسك مع العقبر، تتماسك. نصبح عندما نأخذ إن شاء الله حبوب اللقاح نأخذها مباشرة بعقبر. بسم الله ما شاء الله. حضرنا بمعنى أمام الجميع، لكي هناك الكثير من أنواع الخلطات، لكننا أفضل دائما كل شيء على الطبيعة. العسل لا أضيف له لا عقبر ولا حبوب لقاح ولا شيء، لأن العسل شراب وليس طعام. الله ذكر قال يخرج من بطونها شراب وليس طعام. أما حبوب لقاح فعلا فهي طعام. هذه الخلطة جميلة لأمراض السرطان، بمعنى شيء كما نقول على طبيعته. بسم الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. عقبر بحبوب اللقاح، شيء جميل جدا 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 وعلى الطبيعة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.